أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في حلقة برنامج حكاوي اليوم. الفقرة دي فقرة مميزة جدا، هنتكلم فيها عن موضوع الأخشاب البلاستيكية. كتير من الناس بتبقى حابة عندها في الأوت دور، في الجناين أو الحدائق، حتى الشركات بيستخدموا صناعات الأخشاب. صناعات الأخشاب حاجة مميزة جدا، بس بيبقى فيها عيوب كتير لأنها بتحتاج صيانة دورية وبكون نسبة التكلفة بتاعتها عالية. لما جه فريق الإعداد يدرس الموضوع لقينا إن في نوع جديد من الأخشاب اسمها الأخشاب البلاستيكية أو الأخشاب الحيوية. حبينا ان احنا نستضيف حد من النخبه في مجال الباي وود او الاخشاب البلاستيكيه. ضيوفي الكرام النهارده الاستاذ رمضان حواش والاستاذ محمد السحيمي، الممثلين لشركه باي وود لانتاج الاخشاب الحيويه. في البدايه انا حابب اعرف منك يا استاذ رمضان، الاخشاب الحيويه او الاخشاب البلاستيكيه تعريفها ايه بشكل مبسط للمشاهد وازاي يقدر يستخدمها؟ في البداية بنرحب بالسادة المشاهدين الكرام ونقول كل عام والأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة بمناسبة شهر رمضان الكريم. وحابين نعرف الناس أن الأخشاب البلاستيكية أو الـ WBC دي أخشاب منتشرة في أمريكا وفي أوروبا منذ أكثر من 30 سنة، تمام، ولكنها حديثة العهد بالسوق المصري. وفكرة إنشاء شركة حيوي لصناعة الأخشاب الحيوية بيرجع الفضل لربنا سبحانه وتعالى ثم للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس إيهاب الخولي، رجل الأعمال المصري اللي بيهتم بإدخال الجديد في الصناعات الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، وبيعمل على تطوير المنتجات والمبتكرة، حيث تم إنشاء شركة حيوي لصناعة الأخشاب الحيوية سنة 2010، شركة مساهمة باستثمارات مصرية سعودية ألمانية. ويعتبر شركة حيوي هي المصنع الوحيد أو الأول في مصر والشرق الأوسط اللي بينتج منتجات الـ WBC أو الأخشاب البلاستيكية على أساس علمي. أستاذ رمضان، في البداية أنا عايز أعرف من حضرتك، الأخشاب البلاستيكية إيه اللي بيميزها عن الأخشاب العادية؟ بمعنى أنا كعميل إيه اللي يخليني أقول إن أنا هعمل خشب بلاستيكي وهبعد خالص عن صناعات الأخشاب التقليدية؟ بتتميز الأخشاب البلاستيكية عن الأخشاب الطبيعية بالعديد من المميزات، وبنذكر منها على سبيل المثال للحصر. رقم واحد، مقاومتها الجميع للعوامل الجوية زي الرطوبة وأشعة الشمس والحرارة. رقم اثنين، مقاومتها للانزلاق وغير قابلة على التحلل. رقم ثلاثة، بتتميز بالصلابة الشديدة، حيث أن الاختبارات التي أجريت عليها أثبتت أن الأخشاب البلاستيكية أو البايوود أعلى صلابة من الأخشاب الطبيعية. بتتميز بشكلها الجمالي والراقي أينما تم تركيبها. بتتميز بسهولة الصيانة. ففي مميزات كتيرة جدا بتميز الخشب البلاستيكي عن الأخشاب الطبيعية. طب أستاذ محمد، خليني برضو أفهم من حضرتك حاجة مهمة. أنا دلوقتي كعميل بيكونش عندي ثقة في المنتجات الجديدة أو اللي أول مرة تكون مسمعها عليا جديد، يعني الخشب، إحنا صناعات الأخشاب التقليدية عارفينها كويس جدا. مزبوط. لما نيجي نسمع عن خشب بلاستيك، حتى لو كان في دراسات ألمانية أو خبرات ألمانية بتثبت نجاحه، إزاي بتبني ثقة أو حلقة وصل ما بينك وما بين العميل، وإزاي تقدر تخليه فعلا يبتدي إن هو يشتري المنتج بتاعك؟ بقى بالعكس ده وينصح بيه الناس كمان. هو بالفعل احنا وجدنا صعوبة كبيرة جدا في بداية ما نشأنا المصنع في 2010، لكن كان الاهتمام الأولى والأهم عندنا في الشركة ان احنا نبدأ نشتغل على التصدير الأول. ده كان التارجت اللي الشركة اشتغلت عليه. تمام. بدأنا تصدير بالفعل سنة 2014 لألمانيا وبولندا. من أول 2015 توجه الشركة بإدارة الشركة متمثلة في السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس إيهاب الخولي في الشغل على المحلي. بالفعل احنا قدرنا في سنة 2015 نشتغل على الاستشاريين، ده كبند أساسي عشان هم اللي هيقدروا ينشروا الثقافة أسرع على النوادي وعلى كومباوندات وعلى كل الفنادق اللي بتطلب المنتج، لأن المنتج ده بيستخدم في الفنادق وعلى الصندق وعلى سويمنج بول في المناطق السياحية وكمان في الجاردن زي ما حضرتك اتفضلت وقلت. وبالفعل اشتغلنا مع شركات كبيرة جدا في السوق المحلي زي شركة مارسيليا، شركة وادي النيل، وشركة ماونتن فيو. تمام. وحققنا نجاح الحمد لله لحد النهارده موجودين، ويعتبر الشركه الاولى في الشرق الاوسط وافريقيا. طيب استاذ رمضان، خليني اتكلم معاك عن خدمه ما بعد البيع. بمعنى انا دلوقتي عميل لشركه باي وود واشتريت من عند حضرتك منتجات كتير جدا للاخشاب الحيويه او البلاستيكيه. تمام. ازاي بتقدر توفر لي بعد كده خدمه ما بعد البيع؟ بمعنى لو انا حصل لا قدر الله اي مشكله عندي في الاخشاب، ساعتها الوضع بيكون ازاي؟ حضرتك احنا بندي ضمان للعميل 10 سنين ضد عيوب الصناعه. تمام. الشركه طبعا بتهتم بالبحوث والتطوير للجانب الباي وود عموما. فالشركه لديها احدث الاجهزه الالمانيه المتقدمه لعمل اختبارات على المنتج قبل ما بنسلمه للعميل. عندنا من افضل الاجهزه الموجوده في الشركه جهاز محاكاه العوامل الجويه
حضرتك بعد ما بيتم انتاج المنتج بناخد قطع عينات من المنتج دي وبنحطها في الجهاز ده وبنعرضها لعوامل شبيهه بالعوامل الجويه زي الامطار والحراره والرطوبه. الساعه مثلا في الجهاز دي بتعادل سنه في الطبيعه، بنقدر نعرف لو حطينا القطعه ديت 10 ساعات في الجهاز دوت محاكاه العوامل الجويه بمعنى 10 سنين بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده 10 سنين في الطبيعه المنتج ده هيبقى شكله عامل ازاي. فبالتالي العميل بياخد شهاده ضمان للمنتج 10 سنين، زائد ان احنا بنعمل اختبارات للجوده بشكل كبير جدا وموسع قبل ما بنسلم للعميل المنتجات. طيب استاذ محمد، يعني انا برضو خليني اتكلم مع كتير من الساده المشاهدين زي المنتجات اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي شركه باي وودز، عايز اعرف من حضرتك ازاي بعد خدمه ما بعد البيع ان انا باخد ضمان 10 سنين لازم يكون في مميزات او فيتشرز حضرتك بتقدمها لي للاخشاب البلاستيكيه. بمعنى في الاخشاب التقليديه بيحصل تعفن جذري، ده شكل كبير جدا للموضوع. حاجه تانية نسبه الحموله بتاعتها بتكون اقل، نقدر نقول انها ما بتقاومش، بيكونش فيها مقاومه للعوامل البيئيه زي ما استاذ رمضان قال لنا. خليني اعرف منك الاخشاب البلاستيكيه هل بتقدر توفر لي الوزن المثالي والمتانه والجوده؟ تمام، هو بالفعل في مميزات كبيره جدا للاخشاب البلاستيكيه، منها حته المتانه وحته الانفراستراكشر بتاعتها عاليه جدا، لان بيتعمل عليها دراسات وكل قطاع بيبقى معمول ليه احمال معينه هيتحط في توصيف معين. احنا لما بنبدا نوصف حاجه للجمهور بنروح الاول نعمل معاينه للمكان ونشوف ايه افضل القطاعات المناسبه للمكان ده عشان نقدر نوصفها للجمهور وانها ما تعملش مشاكل بعد كده او تؤدي افضل الغرض اللي هو مطلوبه فيه. تمام. فمثلا لو في حد محتاج برجوله احنا بنروح نشوف المكان ونشوف المقاس بتاعه ونعمل له مقايسه ونشوف ايه القطاع، ولو في حاجات احنا محتاجين ندعمها بحديد عشان ممكن يحصل لها مشاكل بعد كده فبندعمها بحديد. وبنعمل دراسه كامله وبنعمل مقايسه للعميل وبنعرضها عليه ونقول له والله ده عشان كذا وده عشان كذا، عشان برضه عامل التكلفه بيفرق، لان حضرتك عارف كل عميل عايز ياخد افضل حاجه باقل سعر. فاحنا بنقول له افضل حاجه ثمنها كذا وممكن كذا وممكن كذا، وهو ليه الاختيار بعد كده. بس عموما المنتجات البلاستيكيه على غرار المنتجات الخشبيه تماما، هي بتقدم بسعر قليل منافس جدا للاخشاب الطبيعيه، لان حضرتك زي ما قلت بيحصل له تعفن وبيحصل له صيانه وقدره التحمل. بالنسبه للاخشاب البلاستيكيه زيرو مينتيننس، ما فيهاش صيانه تماما، يعني ممكن حضرتك خرطوم ميه كده تنضفها وتغسلها مظهر طبيعي. بتتميز بالملمس بتاع الاخشاب، بتتميز ان كل الخواص العيوب اللي موجوده في الاخشاب الطبيعيه هي بتتلاشاها تماما، وكل المميزات اللي في الاخشاب والبلاستيك هي مدمجه فيها. تمام. طيب استاذ رمضان خليني بقى استغل وجودكم معايا النهارده واعرف منكم، طبعا احنا في تشجيع مستمر من الدوله للاستثمار بوجه عام. تمام. خليني اعرف في مجال الاخشاب البلاستيكيه، تمام، هل في اي صعوبات بتواجهكم؟ هل في بيكون مطالب من الدوله؟ تمام. ولا لا؟ أنا حضرتك بستغل فرصة وجودنا طبعا مع سيادتك، وبوجه الشكر طبعا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية على الدعم والجهود المبذولة لتشجيع الصناعات المبتكرة زي الباي وود. فالدولة بتوفر كل ما يلزم بحيث أن الصناعة دي تكون يعني حاجة كويسة جدا للبلد ومفيدة جدا. فالدولة بتوفر حاجات كتيرة جدا من خلال قنوات متعددة زي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، زي مراكز تحديث الصناعة المنتشرة في جميع المحافظات الصناعية، بتعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين. حضرتك انت عارف ان معنا مستثمرين سعوديين ومستثمرين ألمان في الشركة، فدي حاجة كويسة ان الدولة بتوفر وبتشجع على الصناعات اللي بالشكل ده، فبيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وبالتالي توفير فرص عمل للشباب بشكل ممتاز. وان شاء الله بنتمنى ان يبقى في دعم اكتر من الدوله للصناعات اللي هي بالشكل ده. طيب خليني برضو اعرف منك يا استاذ محمد بشكل مبسط الماتيريال المستخدمه او الخامات اللي بتستخدمها في تصنيع الاخشاب البلاستيكيه. طيب. يعني المراحل اللي بتتم عليها بتكون ازاي؟ والله هو الاخشاب البلاستيكيه بشكل عام بتتكون من ثلاث حاجات. العامل الاساسي فيها هو افضل نواتج الاخشاب الطبيعيه اللي هي بمفهوم بسيط سودست او النشاره، ده العامل الاساسي فيها. العامل الثاني اللي هو البلاستيك. العامل الثالث هو ادوات او كيماويات ربط ما بين النشاره والبلاستيك عشان تطلع لنا المنتج في النهايه بالشكل اللي هو المظهر البلاستيك، المظهر الخشبي بخواص البلاستيك اللي هو ما يحصلوش اي مشاكل مع الرطوبه، مقاوم للعوامل الجويه، مقاوم للنار،
بينضاف له كيماويات كتيره جدا عشان تربط ما بينهم. تمام. ثانيا بينضاف له مواد عشان موضوع النار، ان هو ما بيساعدش على الاشتعال، وان الحراره نفسها ما بتنتقلش من قطعه لقطعه. يعني حضرتك لو نشب حريق في اي مكان والقطعه اللي نشا فيها الحريق ما بتشتعلش بسهوله، تاخد فتره مع الاشتعال، بيبقى فيه سهوله تاخر في الاشتعال. ثانيا القطعه نفسها بتشتعل وما بتنتقلش القطعه اللي بعدها. تمام يا استاذ محمد، دي اول حاجه. انا اللقاء يعني الموضوع مهم جدا ولازم نتكلم فيه بشكل اكبر من كده، بس للاسف عشان وقت البرنامج دي نهايه الحلقه، بس اكيد هيبقى في لقاءات اكتر في موضوع صناعات الاخشاب البلاستيكيه. تمام. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه حلقه النهارده من برنامج حكاوي اليوم. انتظرونا في حلقات اكتر ومفاجات اكتر مع النخبه في كافه التخصصات. دمتم بصحه وسلامه.